ولمناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو مستر بيتر هامفورد دبلوماسي سابق ومحلل للشؤون الأمريكية. مرحبا بك يا سيدي وسيد دانيال ليتمان الصحفي في مؤسسة بوليتيك نيوز. شكرا جزيلا ومرحبا بك دانيال. السيد بيتر، نيكي هالي قد ترشحت هذا الأسبوع، قد أعلنت عن ترشيحها للرئاسة، والبعض يتساءل، لقد قالت من قبل أنها لن تسعى للرئاسة إذا ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو قد رشح نفسه بالفعل، فلماذا برأيك غيرت رأيها؟ هل تعتقد أن لديها فرصة للفوز بأصوات الجمهوريين؟ أعتقد أن الذي يحدث هنا على الساحة هو فرصة عادلة بسبب المستندات السرية التي أخذت من البيت الأبيض إلى بيته في مانوراغو فلوريدا، والتي إلى حد ما ستظهر نجاح وزارة العدل الديمقراطية في مرحلة ما لتضع هذه القضية على رأس أحد الاتهامات الخاصة بترامب، وهذا سيمثل إزعاجا ومشكلة لترامب ليس فقط في هذا العام ولكن في العامين القادمين. وأعتقد أن هناك تغير في موقف هيلي، فقد كانت تود أن تكون محامية لترامب، ولكن الآن ساحة اللعب قد تغيرت، فهم يتشاركون الناس الأفكار ما عدا جنون ترامب. أعتقد أن لديها فرصة. دعني أنتقل إلى السيد دانيال. الأرتيكل، هذه الجريدة لديها مجموعة من المقالات الرائعة عن السيدة هيلي. قبل أن نناقش هذه المقالة، دعني أتساءل عن الانطباع، انطباعك الأول بخصوص أول خطاب لها للإعلان لترشحها للرئاسة. من الواضح أنها متحدثة جيدة جدا، ولقد كانت الحاكمة السابقة لساوث كارولينا، وأيضا هي كانت سفيرة لدى الأمم المتحدة، لديها لباقة في الكلام وخبرة جيدة في التعامل مع الجمهور. أعتقد أن الجمهور في حملتها في هذا الأسبوع لم يختلف عن أي من جمهور مرشحي الجمهوريين في السابق، ولا تجد فيهم من يتصفون بالتآمر كما هو الحال في جمهور ترامب. وأيضا إذا رجعنا إلى الماضي في عصر بوش وأوباما، فسنجد أن الجمهور الذي التف حولها كان كثيرا، ولكن عندما تم الاقتراع فكانت نسبة التصويت لها 1% فقط. وأيضا إن هناك مرشح آخر دوسانتيس حاكم فلوريدا، وهو ينظر إليه على أنه الحق لهذا الصراع مع ترامب، ولديه سبب وجيه للترشيح، وهي لم تعرض خطة وسياسة معينة، لذلك فأنا أرى أن الأمر قد يتغير. السيد بيتر، امرأة في البيت الأبيض، رئيسة، أعتقد أننا نتكلم عن حلم كما أنت قلت لي قبل البرنامج. تعتقد أن الحزب الجمهوري بأغلبيته التي تحب سلطة الرجال ولن تحب بالفعل رئيسة من أصول هندية، هي لديها والدين هنديين، فما رأيك؟ هل تعتقد من سيؤيدها؟ هناك أمران، أولاً الرئيسة لمحكمة العدل لمحكمة العدل العليا رشحها ديمقراطيون، ورشحها أيضاً الجمهوريون، والحزب الجمهوري لديه الكثير من المعينين في قطاعات الأعمال من السيدات حتى يستطيع تحطيم الحاجز الذي قد بني ضدهم، ولكن لا نتخيل أن الحزب الجمهوري سيقدم أول رئيسة، وقد فعل الديمقراطيون ذلك مع هيلاري كلينتون، ولكن هيلاري كلينتون قد حاولت ولقد فشلت. نعم، ولكن تقديم رئيسة جمهورية نوع من الحلم. والأمر الثاني، فكل رئيس يتكئ على الاهتمام بالشؤون المحلية أو الاهتمام بالسياسة الخارجية، والرئيس بايدن هو متميز جدا في الاهتمام بشؤون داخلية
الداخلية رغم أن هناك معوقات قد واجهته مثل الحرب الأوكرانية، ولكننا نحتاج أن نرى في العامين القادمين والأربعة سنوات بعد ذلك التي سنجد فيها الصين متنامية بشكل كبير ونهاية الحرب الأوكرانية. نحتاج أن نرى رئيسا لدى إمارات للتعامل مع القضايا الخارجية. السيد دانيال، ها نفس القضية ولكن من زاوية أخرى، امرأة من أصل هندي، هل تعتقد أن الحزب الجمهوري سيود أن يولي امرأة ليست بيضاء، ليست بعين زرقاء، ليست شقراء لتكون رئيسة؟ وأيضا نحن نعلم أن المهاجرين من وجهة نظر بعض الجمهوريين ليس لديها الحق أن تصل إلى وظائف مثل ذلك، وخصوصا المتعصبون والمتعصبون ضد البيض. ما رأيك؟ حسنا، يصعب القول أن المتعصبون للبيض سوف يؤيدونه، ولكن عددهم قليل في الحزب الجمهوري. أعتقد أننا في 2023 الآن ولسنا في ستينات القرن الماضي، فالحزب الجمهوري لديه إرادة، لأنه في عهد ترامب كان هناك بعض التعصب ضد المهاجرين. فإذا كان الحزب سيرشح نيكولي هيلي فهذا سيكون نوعا من التحدي وكسر الحواجز ضد هذه النزعة ضد المهاجرين. والرئيس بايدن قد اهتم بالمهاجرين بشكل كبير وقد جعله مجتمعا شموليا، ولذلك فنيكولي ستكون النافذة التي سيطلب بها الجمهوريون، فهم يحاولون إظهار أنفسهم أنهم أصبحوا يهتمون بغير من المهاجرين وأصبحوا يقبلون التنوع ويريدون الكثير من الأصوات من ذوي الأصول الأسبانية والسود والطبقة العاملة أيضا. سيد بيتل، علاقتها مع ترامب نستطيع أن نقول أنها متقلبة. كان رئيسا عندما كانت هي سفيرة لدى الأمم المتحدة، ثم نقضته بشكل كبير بخصوص حادثة 6 يناير، وقالت أنه لا يجب أن يترشح للرئاسة مرة أخرى. عندما أدركت أن الحزب لم يهجره بعد، غيرت النغمة. كيف ترى تأثير ترامب على حملتها للرئاسة؟ نحن نرى أن تأثير ترامب على العموم هو في تدني، وانتخابات التجديد النصفية أظهرت ذلك، فلقد أظهرت أن تأثيره لم يكن كما توقع أو كما توقع المحللين. لا أقول أن تأثيره ينهار ولكنه ينخفض، فبإمكان نيكولي هيلي جمع الفتات، وأيضا هي تعتقد الكثير من معتقدات ترامب ولكنها تستطيع فعل ذلك دون أن تفعله بالجنون الذي فعله هو بها. وأيضا إذا نظرنا إلى أوباما فكانت مسألة أجداده من كينيا التي ولد بها مسألة كبيرة، فالشعب الكيني قد جن جنونه، والكثير قد سمى أولاده أوباما. فإذا تم انتخاب رئيس من أصل هندي، ما التأثير الذي سيحدث في القارة الأخرى؟ أنا لا أستطيع تخيل الذي سيحدث، فنحن من الواجب علينا الآن أن نفكر فيما بين نحتوي الصين، فكيف يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من آبائهم؟ ولكن كل شيء جائز. أعتقد أنك متفائل. أقول أنه من الممكن وعندي أمل، والتحدي الوحيد هو حاكم فلوريدا ليس ترامب. داني، أذهب بالسؤال إلى ضيفي. بوليتيكو كان لها مانشيت يقول أن ترامب لم يكن العائق الوحيد أمام هيلي، وكتبت نيويورك تايمز أن هيلي لن تكون هي الرئيسة. فلماذا الإعلام
هو متشائم بالنسبة لها وما هي التحديات التي أمامها؟ حقا إن الإعلام يركز على سباق الرئاسة، فإذا لم تحصل على أصوات أكثر وهي قد حصلت على 1%، لذلك فالإعلام لن يظهر أن أحدا من المرجح أن يكون رئيسا إذا لم يكن له أصوات كثيرة، كما أنها لا تتمتع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري مقارنة بديسانتس والكثير يريدون أن يكون هناك رئيسا أقوى حتى يمنع من تقدم الديمقراطيين، وكما أن هناك أيضا ترامب ولديه الكثير من مؤيدين من الطبقة العاملة، أما نيكي هيلي فليس لديها هذا الدعم القومي، لا زالت تحاول جهدها وضع صورة رائعة لأمريكا ومناقشة بعض القضايا التي تخص الشعب الأمريكي واحتياجات الشعب الأمريكي، ونحن وجدناها في الفيديو الذي عرضته تحاول أن تظهر بيتها عندما كان صغيرا ومتواضعا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى بيت آخر وهو بيت كبير بقدر 2.5 مليون دولار، وهي أرادت أن تقول بهذا المثال أن هذا البيت هو الحلم الأمريكي. السيد بيتر، السيدة هيلي دعت إلى اختبار عقلي إلزامي للسياسيين المتجاوزين 75 عاما المتقدمين للرئاسة، وأعتقد أنها تلمح بذلك إلى الرئيس بايدن لأنه عمره 80 عاما والرئيس السابق ترامب 77 عاما. البعض يقولون أن هذه عنصرية تخص العمر، أول من ذكر ذلك هو نانسي بلوسي، لذلك ففي كلا الحزبين من لديه هذه الفكرة. دعينا نكون واقعيين، عندما يشتعل رؤوس القادة شيبا فإنهم يفقدون بعض قدراتهم، وتجدين ذلك على المنصات في مواقفهم المحرجة، يعني أنه منع للإحراق قد يضطر الديمقراطيون ترشيح أحدا آخر، ولكن هل سيكفي العامين القادمين لإلهام الديمقراطيين لفعل ذلك؟ إنه سؤال مهم. وأيضا من سيأخذ الراية؟ بالتأكيد سيكون حاكم كاليفورنيا. السيد دانيال، بالنسبة لمقال بوليتيكو ذكر لتفوز بترشيح حزبك لابد أن تكون واحد من اثنين، المرشح المؤسس مثل جورج دبليو بوش في 2000 وميت رومني في 2012 وهيلاري كلينتون 2016 أو الرئيس الكاريزما مثل باراك أوباما 2008 وترامب 2016، وقد استنتجوا أن هيلي ليست رقم واحد أو اثنين، فكيف تفوز بترشيح الحزب؟ ستقوم بعمل جاد، ستقيم الكثير من الاجتماعات في حملاتها حتى تجمع الكثير من المؤيدين والمصوتين، وستسافر إلى أيوا ولايات أخرى، وأيضا لديها فرصة في ساوث كارولاينا، ولكن هناك سياسي آخر يدعى تيم سكات وعضو مجلس الشيوخ، الأرجح أنه سيترشح وسيتشاطرون الأصوات، لذلك فأعتقد أن حملتها ستكون حملة تقليدية، عليها جمع أموال كثيرة من المتبرعين لتظهر على شاشات التلفاز وإعلانات الفيسبوك لتحاول أن تكون هي المنافسة والخصيمة لترامب. هي لم تذكر اسم ترامب، هي لم تذكره، لا ذكرته مرة واحدة عندما قالت أنها سفيرة ترامب للأمم المتحدة، ولكن لم تتكلم عن إرثه أو ترشيحه أو أعماله، وأخبرت NBC نيوز أنها لم تأخذ إذن ترامب للترشيح. هذا شيء معقول ومعلوم، كيف تأخذ إذن خصمك في الترشح؟ هذا شيء مضحك. لكن ترامب لم يكن له رد الفعل عندما هي
أعلن ترشحها كما فعل بغيرها، فإنه قد استخدم ألفاظا مختلفة عندما ترشح الآخرين أو عربوا عن نيتهم في الترشح. أعتقد أنه لا يريد أن يستخدم بعض ألفاظ العنصرية ولا ألفاظ ضد المرأة، لقد فعل ذلك من قبل إما هيلاري، وأيضا الكثير من النقد قد وجه إليه بسبب ذلك، فإنه يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي ويخسر الكثير من جمهوره بهذا السبب. لذلك أعتقد أنه لا يود أن يظهر في أول يوم كناقدا لها، ولا يود أن يظهر نفسه كناقدا طوال الوقت. هذا شيء جيد. السيد بيتر، الكاتب أكسس بول، يظهر أن ترامب قد حصل على 43% من دعم الجمهوريين، وحاكم فلوريدا دي سانتيس حصل على 31% من أصوات الجمهوريين، والسيدة هيلي حصلت على 4% فقط من هذا الاقتراع. من تظن أنها تعتمد على؟ من سيدعمها في حملتها هذه الحملة الصعبة؟ نحن لم نذكر أيضا منصب نائب الرئيس. أنا أريد أن أقول إذا كان ترامب يستمر في التدني وديسانتس في الصعود، فمن سيتم ترشيحه؟ من سيتم اختياره كنائب للرئيس؟ أظن أن هالي قد تكون هي اختيار جيد. أتمنى أن تظل في اللعبة، لكننا سمعنا أسماء أخرى مثل كاري ليك من أريزونا وميزوري وسارة عكبي. هذا جنون من قبل المعجبين بترامب، خاصة أول اثنين. لا أعتقد أن هؤلاء السيدات لديهم القدرة على خوض هذه اللعبة أو يكون لهم دور في ذلك. إذا حدث ذلك، نستطيع القول أنك تقول إذا كان ترامب على سبيل المثال هو الرئيس ونيكي هيلي هي النائبة، هذا يعتمد على استراتيجية اللجنة القومية للجمهوريين وهي عبقرية. نأمل ذلك. سيد دانيال، جريدة الإيكونومي كتبت أن الحملة الخاصة بهالي تظهر الكثير من المشاكل التي تخص الجمهوريين، لأنهم ينتظرون رد فعل ترامب إذا ترشح أحد الجمهوريون. لذلك فإنهم قد جلسوا في الخلف وتركوا هيلي تظهر في الساحة، أين بامبو، أين سيد دي سانتيس وغيرهم، وكل الأسماء الأخرى منتظرون ليروا ما الذي سيحدث مع هيلي. أعتقد أنها ستستمر لمدة 3 أشهر، وسينتظرونهم ليكون لديهم رؤية عامة تخصهم. وكذلك دي سانتيس يحتاج أن يكمل برنامجه، والمرشحين الآخرين يحتاجون جمع كثير من الأموال، لأن ترشيح يعتبر مكلف جدا. وأعتقد أن المرشح الجمهوري القادم سيكون لديه الكثير من الأموال والكثير من الصفات، ولا أعتقد أنهم سيترشحون لأن الأمر مكلف جدا. سينتظرون. السيد بيتر، مستشار الأمن الوطني السابق جون بولتون، لديه رؤية متشائمة عن هيلي. لقد قال: لا أعتقد أن هناك ترشيح جاد يخص هيلي، ولقد نقدها لموقفها المتناقض فيما يخص ترامب، ولا أعتقد أنها مرشحة جادة. هل أنت تؤيد؟ أعتقد أن هناك نية سيئة إلى حد ما. من يعلم السيد بولتون جيداً؟
أعتقد أنه أحد المشهورين، أحد السياسيين، والكل يعلمه. بالنسبة لي فالدن هو شخصية تكره كثيرا، ولا أعتقد أنه سيؤيد أحدا، سيدعم من يتقدم للرئاسة. هو دائما شخصية نقد، وأيضا لا يستحق نقده النظر إليه، لأنه في الغالب يكون غير عادل، وأيضا هو يريد أن يرشح نفسه. السيد جون بولتون، نعم. أنا أعتقد أيضا، وقد قرأت أن عضو مجلس الشيوخ ميت ريتا يفكر في الترشح مرة أخرى. أنتم تعلمون أنه قد ترشح مرة من قبل ولم يكن يحالف الحظ، فهل تعتقدون أنه الآن قد يكون لديه فرصة؟ حقا لا أعتقد أنه سيترشح، لأنه قد فعل ذلك من قبل، وكان لديه فرصة مع بول رايم في عام 2011 وخسر هنالك. والآن تغير الحزب الديمقراطي بشكل كبير في العشر سنوات الأخيرة، وقد أصبح الآن يهتم بالطبقة العاملة بشكل كبير، وأصبح لديه شك في الصفوة، وهو قد أحرز الكثير من الأموال، مئات الملايين من عمله في المالية والإدارة. وأنا أعتقد أنه لن يترشح لأنه يريد أن يكون له صوت في الحزب، وهو عضو في مجلس الشيوخ يحترم بايدن والجمهوريين. لا أعتقد أنه سيترشح. السيد بيتر، بالنسبة لساوث كالورانيا، أعتقد أن هناك نقطة هامة جدا قالها السيد دانيال فيما يخص ترشح تيم سكات، وأيضا هي نفس ولاية هيلي، كما أن الرئيس السابق ترامب لديه الكثير من الموافقات من قبل السياسيين هناك. فهل تعتقد أن هذه المنافسة القوية ستقلل من فرص هؤلاء المرشحين هيلي وسكات وترامب؟ هذه نقطة رائعة، كلهم أقوياء. وعندما نتكلم عن الرئيس ونائب الرئيس، فقد تكون هيلي الرئيس ويكون لديها نائب رئيس يصوغ لها، أو على العكس، وهذا كله يعتمد على خطاباتهم على المنصات وإقناعهم للسياسيين وللشعب. فبالنسبة لسكاد فهو شخصية عبقرية ومن أصول إفريقية، نعم، وهذا يعتبر كسر للحاجز مرة أخرى. ستكون هناك فرصة للجمهوريين أن يقولوا إننا أيضا نقف وراء ذوي الأصول الإفريقية وليس فقط الديمقراطيون، كما أن هناك أيضا وظيفة وزير الخارجية. فإذا لم تكن هي الرئيسة أو نائبة الرئيس، فقد تكون وزيرة الخارجية. آخر سؤال بالنسبة لك، لأن الوقت يداهمنا، ما الذي لابد أن تفعله السيدة هيلي لتفوز بقلوب وعقول الجمهوريين حتى يتم ترشيحها؟ لابد أن تعمل 24 ساعة وترسل العديد من الرسائل، ومنها نريد جيل جديد بقيادة جديدة، نريد أن نزيد من قدرتنا لنقود المستقبل ونستطيع الفوز ضد جو بايدن. وهي أيضا تريد أن تتعامل مع الكثير من القضايا الخارجية مثل روسيا والصين. شكرا جزيلا السيد بيتر هامفرون، الدبلوماسي السابق والمحلل في الشؤون الأمريكية، لكونك معنا، والسيد دانيال ليتمان الصحفي في مؤسسة بوليتيكال نيوز. شكرا جزيلا لكما. وهنا تنتهي هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، وفاصل قصير ونعود لمتابعة عين على أمريكا. ابقوا معنا.